أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل التشبه بالكفار في لباسهم من باب الموضة والقصات ونحو ذلك يعد من موالاة الكفار؟ نوع من التشبه يدل، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، فلولا أنه يحبهم ما تشبه بهم. التشبه لا يجوز للكفار، حرام، نعم، فيما هو من خصائصهم، أما الشيء المشترك بيننا وبينهم فهذا ليس من التشبه، نعم.